جماعه دلوقتي احنا وصلنا الفلي هول. ده المنظر اللي قدامنا دي. دي كلها كافيتيريا الفلي هول. احنا هنقعد على اخر كافيتيريا خالص. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل ايه؟ هنخطف مفيش غطس في البلو هول يعني. طيب وبعد البلو هول هنروح فين؟ هنروح ابو جالوم. وبعد ابو جالوم بلو لاجون. نسمع رأينا في الاخر بعد لما نخلص اليوم يا معلم. نسمع رأينا في الاخر لما نخلص اليوم. نسمع الرأي وانا متأكد انه هيبقى رأيي. يلا بينا. دلوقتي طالعين كافيتيريا الفنار الدور الثاني. الجو هنا تحفة جدا جدا جدا. والقعدة والقعدة ملهاش حل. لسه القعدة بقى. تعال بص على القعدة. بص الحلاوة. بص الجمال. بص القعدة اللي فوق خالص والجمال والحلاوة. الركن ده اصلا كانت هي دي اللي دايما على طول بقعد فيها. الركن الحلوة دي. وهنا تقدر تشوف كل البلو هول. واحنا يا جماعه في البلو هول دلوقتي اللي هي ناس بتعمل حاجه غريبه جدا. ماسكه الشط كله وبتنضفه قطعه قطعه. ومعانا النهارده هيتكلمنا على الحمله دي مستر كريم. سبق كوكو على مالك يا كوكو؟ ماشي يا مستر كريم معاك. ايه بقى بنعمل ايه يا جدع؟ صباح العسل. احنا النهارده بننضف. النهارده الورد كلين اب. مش في دهب بس، في الورد كلين اب معمول في منظمين في مصر. موجودين جم القاهره النهارده اشتغل معانا. بيجوا من القاهره عشان ينضفوا الشواطئ بتاعت مصر كلها. في ناس استجابت دعوتنا النهارده بدا. في ناس جت من القاهره النهارده بس مخصوص عشان ينضفوا معانا دهب. في احنا فوق ال 150 فرد اعتقد في كذا موقع. احنا في خمس مواقع منهم البلو هول. احنا النهارده ماسكين البلو هول بس في ناس في اللاجونه، في ناس في الجحازه، في ناس في الكانيون، في ناس في المشربه، في ناس في السري بولز وادي جناين. احنا مقسمين اليوم كله على قد ما نقدر في يوم واحد نجيب اكبر قدر من المخلفات ان احنا نتخلص منها ان شاء الله. لازم اللي يجي ده حاجتك ما تبقاش في الارض. ودي بلدك فيها والله. لو معاك بلاستيك صغير والله ورميت حاجتك فيه وقضيت يومك كله بكيس بلاستيك ده مربوط في عروض بنطلونك، اخر يوم هتلاقي ماسكه ترميه. بسلام الاخر تعالى اتبسط والعب واعمل اللي انت عايزه، بس زي ما جيت بحاجتك امشي بحاجتك. تجيب ازازه ميه مليانه امشي بيها فاضيه، مش تسيبها فاضيه وتمشي. مش عايز اكتر من كده، ما تقولش اي حاجه. بعد ما خلصنا مع مستر كريم رحنا عشان ننزل بلو هول عند شركه تعبان. خالص تعب. طب زي الفل. ايه جبت معاك عندها بقى دلوقتي؟ لا جميله بس الطريقه هو اللي صعب. ايوه كله بيعدي. دلوقتي يا جماعه لسه نازلين من ابو جالوم اهو مراكب ورايحين نقعد في الكامب. المكان هنا فوق 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 الجمال والوصفه يا جماعه. لازم تيجوا. يلا بينا. وزي ما انتم شايفين طبعا احنا قاعدين نتنطط على الحجاره. زلط هنا اهي. سخن.
وبيشوق. الاثنين؟ الاثنين. طب والحل نعمل ايه طيب؟ مفيش حل. نستحمله بقى. بالظبط. هي بالظبط كده مالهاش حل. لو هتنزل بالزعانف يبقى لازم تقعد تتنطط على الصخور شويه. يا اما تجيب يا اما الشوز بقى بتاعت البحر لو انت لازم من غير زعانف. خدنا عربيات للدولة. دلوقتي يا جماعة احنا وصلنا للفلاجونة من احسن الشطة ممكن تشوفوها في الدنيا. رملي وحاجة كده حلوة جدا جدا جدا. لازم تقوموا هناك وتجربوا السنوركلينج هناك، ولو عايزين مبيت في اللاجونة وفي وقفة ابو جالوم بس باسعار مختلفة. احنا جاي داخلين اهو اللاجونة. تمام. المكان ده من احسن الاماكن. بص هي كلها هاتس كده وممكن تباتوا هنا. بص بقى الشط واحنا داخلين. المكان تحفة فعلا يا جماعة. لو صنفناه جنة ربنا في الارض. حاجة رملي بمية بيور. مكان مش هتلاقيه تاني اصلا. بص المنظر. فاضي اهو. بس دي مش رايقين حاجه بقى عصايه. هنا داخلين اهو. بصوا المنظر بقى.